السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من الحرام الكبير مقدمة اليوم برعاية ستاك. How you doing؟ عندنا كم من بيت ما زرفناه، راح نشوف ونستكشف في هذه الحلقة بإذن الله. وصلنا آخر مرة يا شباب عند التاجر هذا، اللحية الغانمة هذا، طالب مني شغلات بسيطة. يقول هات لي الأغراض اللي بغيتها وراح أضبط مزاويطك بالفلوس. وش عندك يا طول عمر؟ وش بغيت؟ آمر تدل هذه الأغراض، شوية سماعات، تيب ريكورد، يعني شغلات مطلوبة في السوق، فيبيها يعني من البيوت كذا ويوفرها للناس محتاجتها أكثر. عرفت؟ تعرف بعض الأغنياء يعني عندهم شغلات هذه وما يحسون بقيمتها، فحنا دورنا في المجتمع أن نحسسهم بقيمة الشغلات اللي عندهم. فالحرامي دوره يعني في المجتمع جدا جدا مهم. بعض الأحيان تيجي الصباح أفضل منك تيجي في الليل. لا هذا زرفناه والله، والله هذا أذكره. وهذا المحل النكبة، هذا البيت سوينا نفسنا كهربائية ودخلنا البيت وزرفنا أبوه كله. ما شاء الله مختم الحارة أنا. اللي حط عندي شغلات مليانة انفنتوري يا شباب، ما ينفع نروح نزرف كذا. خلنا نبيعها هذه كلها ونصلح الهامر ونتوكل على الله. أوه هذا البيت جديد، هذا الدخلة هذه جديدة علي. ما شاء الله شبابيك الزجاج. صباح إن شاء الله ما في أحد في البيت. زراعة والحركات، كنا سمعت صوت باب مفتح. صباح الورد. أوه كروبار، ما يمدي، ما عندي كروبار. بيت 702. أوه دق الجرس تستهبل أنت عشان نعرف في أحد في البيت. عرفت؟ مدروس الحركة، على باله بيفتح الباب. ما أحد في البيت، شفت؟ حركة ذكية. اوكي يبي لنا كروبار يا عيال. البيت اوه في مكان تنحاش اذا صادوك، حلو. طيب الباب الخلف، اوه في احد، في احد. شوف سمعت حركه داخل البيت يوم نقزت، في واحد او وحده خايفه داخل البيت. سكتش توي هذا مطلوب، شوف وين حاطينه. حلو حلو حلو، هذا ولسه ما دخلت. يا سلام، حلو. عندي في السياره كروبار، هاته. اللي في البيت موجود في هذا الطرف يا عيال، في احد هذه الغرف. اوه مشكله الناس يتمشون الصباح. ايش الحرامي قوي عين هذا؟ ايش تبغى ايش تبغى؟ اذلف. المشكله بيتهم على الشارع، هذا لازم لازم نجيهم في الليل. خلنا نبركن، ناخذ لنا غفوه. صفط كذا يا مدير شعبيتنا. خله بدايه الليل الساعه ولا خلها الساعه 12. حلوين. طبعا الدرس ما نسيته، ارجع بالريوس. جهز نفسك لأي ظرف طارئ. مفروض أنه ما في أحد يتمشى في الشوارع يعني، بس أكيد أنه في واحد، شخص واحد على الأقل في البيت. الأنوار طافية. وين الشباك؟ هذا الشباك ما يمدينا نوصل له الظاهر، قصير اللعب. نبي نروح الجهة الثانية، لأن الشخص اللي موجود في هذه الجهة اليمين لو استمنى هذا ولسه ما دخلت. يخرب بيتك والله يا عيال، مدخله الجمع الفاضي. هايد. أوكي مكان النحشة. اسمع كيف يلهث، ما في حد نايم هنا. الها داعي سبرايز والله، لا ما في حد نايم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوز كروبار، تفحص بشويش، تسمع الطقة هذه. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. سكر سكر شب. ايش ما شاء الله تبارك الله. خير. ايش ذا؟ الظاهر انها راحت الحمام كذا ورجعت. اخي حظي اقسم بالله يا عيال، حظي. لا انا متوفق شرطي ولا متوفق حرامي. اوه شرطي جت من هالناحية. درايب درايب النحشة. شفت كيف هذه فايدة يوم حط رجلك من مهارات الحرامي انه يحط رجله. بس والله لا ارويكم فيهم. خلاص الوضع ناخذها بروفيشنال يا شباب، نتعود من ابليس. او شو بروح ببيع الشغلات هذه اللي جبتها. اللحية الغانمة جالس هنا، لا شغل ولا مشغل، لا صلاة ولا عبادة. شوف حط لي صح جنب الشغلات اللي لقيتها. دليفر دليفر، نخفف من الانفنتوري. اوف 96 هذا و10 ريبيتيشن. السمعة جميل. في واحد هنا اعرفه. ايوه كيف الحال الغالي؟ عندنا بيت 702 طول عمر، عطنا شوية معلومات عنه. ب 22 والله يا بلاش، 22 دولار. احنا لسه ما زرفناه. ايش؟ اركب. مشبه مشبه يا اخوي مشبه. وات؟ نسيت السالفه انا.
ولا نسيت ما بدل ملابس يا شباب، لازم نبدل ملابس صح. والله هالجزء نكبونا بالملابس يا ولد. تشينج اكويبمنت، عطنا لبس الكهربائي المسكين يا رجال، حتى لو صادوك اعمل نفسك كهربائي. طيب بيت 702 انا شريت معلوماته. اوه شت، هذه موجودة 24 ساعة في البيت. انجيلا، شخص واحد عرفنا غرفة النوم. اغلى شيء عندهم الرننج بلاير اللي لقيته، وعندهم مايكروويف. حلو، يعني وجهتنا للمطبخ. انجيلا هذه سلمكم الله يا عيال، في الليفنج روم جالسة في الصالة، وفي غرفة النوم من الساعة 3 الى 7، في الحمام من 7 الى 11، متى تكون في الكيتشن اهم شيء، من الساعة 4 الى الساعة 8. يعني احنا بنروح الساعة 8 اول ما تطلع من المطبخ. هذه الساعة 8، احلى غفوة. قم، ممكن ادق الجرس واروح لهم حركة كهربائي، بس سويناها حركة، خلنا بداهمهم، ما لها داعي صراحة. الكهربائي حس بمسهل الموضوع بزيادة. change equipment، لكن الفكرة والله عجبتني كثير، الفكرة انها تنضاف في اللعبة جميلة كثير. اوكي، معلمني شخصية وين موجودة. المايكرويف حتى معلم. هل الشباك الحين ما زال مفتوح؟ لا والله، صلحوا لها اياه، صلحوا لها اياه يا ولد. الشرطة هذه طفشت بي. رايحين جايين. نسيت الكروبار في السيارة. المطبخ من هناك يا عيال، بس هذه غرفة نوم عرفنا. الحين صارت الساعة 10 تقريبا، ما في الا ادخل من هنا. شبابك ثانية كلها عالية، ليكون سمعت. توقع انها تسمع الصوت تجي تشيك. لا والله ما جت. اوكي، اوه شت، جلسة تناظر التلفزيون. الحين الساعة 10 يا عيال، الساعة 10 مكتوب عندي في الليفنج روم. اي والله، بعدها بتروح بتجلس في لين الساعة 3 الفجر وهي تتابع التلفزيون، بعدين الساعة 3 تيجي تنام لين الساعة 7 الصبح، كارثة. طيب انا في غرفة النوم. اوه شت شت شت، لسه بدري. اوكي، تقرا لها كتاب. لا والله قفت قفت قفت. او ماي جاد، انا ما ادري ليش يوم ما اريد احد يشوفني ما اشوفه. وكون المايكروويف بسرعه. او ماي جاد، فيه فلوس. مايكروويف، كوفي ماشين، يسعد لي ابو الاستكنان، بلندر. هذا كله شلون زبنه في شنطه ما ادري. كتل، لا الميكروويف يا عيال، وين الميكروويف؟ هذا هو. اوه ماي جاد، هذا لازم كاري. يو، في شباك ثاني هنا بس شلون ما قدرت افتحه. دقيقه، اوبن، هو من داخل يمديك. حلو حلو يا اخي، ارمي. يا سلام عليك، الله اكبر. خلنا بزبنا في الموتر بس. يو مثقله، والشرطه ما زالت تدور. وربي هذيك الدوريه، افتح يا مدير. يا قلبي لسه ما خلصت، بس انا جيت اضمن. ايوه، وش هنا؟ انفنتوري فل، فيه راديو، فيه امور والله. تدري المحل والله ما هو بعيد، على طول تاخذ يمين هنا وتجينا محطة البنزين على يسارنا، وبعدها المحل مباشرة، واللحن الغانمة من وراء. اول شيء قبل لا ابيع اي غرض بشوف وش يريد من الاغراض اللي معي عشان نفتكم المشن حقه. اي شيء عليه علامة صح في الكيتشن اكيد الاوفن، مايكروويف. يا حبيبي عندي، ليش ما احط له علامة صح؟ تيك اوت، ولا اني اجيب له اياه كذا. تبي تشوفه؟ هذا هو مايكروويف اكبر من راسك، ما في فايدة والله. ظاهر اني لو بعته داخل يحسب لي. اي والله يا كريم. ب 133، حلوين. وبي عساك حسبت لي الذيب، يخرب بيته ما حسب. سكر سكر يا رجال، ما عليك منه. المشن المخيس حقه هذا. ما شاء الله 1100 معي، والله بطرانين يا عيال. ايش فيه؟ في خيانات والله، في خيانات والله، مترصدين لي يا عيال. حركات الماسونية، قالوا حرامي هذا لسه ما خلص، في محقق عندهم ذكي، قال اكيد السيارة عنده ما كفت، راح يرجع انتظروا بس انا ارويكم فيهم. تيجي عند الاخ الفاضل هذا. I need you to turn down the heat. ادفع وابشر، اعتبره تم. كم؟ 145. فكني من شرهم يا ابوي، فكني من شرهم. الحين جت الساعة 3 بتروح غرفة النوم، هذه كارثة، لازم نشوف لنا مدخل ثاني. شوف شوف، هذه رايحة غرفة النوم. طيب الحين بحاول ادخل من شباك ثاني من هنا. شوف نامت، يا سلام. كحرامي لازم تحفظ جدول نوم الزباين. استعجل يا ولد، هنا الشارع وراك. يا سلام، بسم الله.
نوم العافية. لين الساعة 7 عندي اخذ راحتي. توستر، توستر هذا غالي من اغلى الشغلات. اول شيء نبدأ من هذه الزاوية. في مهارة عندي يمديني بعدين اخذها، اني يوم اشوف الشغلات هذه. اوه تي في سمول وود، هذا اخر شيء. هذا سماعات، والله يمديك. هيهي، هل يمديني احمل اكثر من شغلة في وقت واحد؟ صراحة مفروض ان الموتر يتحمل. انا شنو نتمشى كذا تقول بيت ابوي. ايوه يا سلام، مطقم بعد تلفزيون مع سبيكر. يا شينها والله تقوم من النوم ما تحصل شيء. وفي سبيكر ثاني، يا سلام. لازم عشان يوم نبيعه المالك الجديد ايش يستانس. ما ينفع سماعة جهة واحدة. انا يبيلي بس اشتري لي كذا جمس احمل فيه الكنبات هذه كلها. ايش عندنا هنا؟ احذية كرمكم الله، حتى الاحذية يمدينا زرفها، ما اريد الاحذية. او ماي جاد، وش صحيها هذه الساعة 7 تقوم؟ ارجع ارجع نامي. اوكي يمدينا نزبن هنا في الكبت، حلو. غرفة نوم، وهنا ايش؟ حاطة فلوس $6. هذا المطبخ زرفناه، هذا الكتل اللي خليته منتري فول. في شيء هنا بعد خليته اللي هو الراديو. اتوقع كذا خلاص ختمنا ابو البيت هذا. ما باقي شيء غالي. النحشة، النحشة، النحشة. اوه $9 زابنا. تلفزيون ثقيل يا عيال، التلفزيونات القديمة هذه يا ابو 20 كيلو. ايوه ايوه الحين بدأ يحسب. افتح افتح. اس اس يا حبيبي، حرامي الكبير رجع. بوت انسايد، حلو يمدينا نحط السبيكرات. طلع لي بار كذا اللي يمديك. في رننج بلاير برايسي يقول لي. وات؟ كيف ما شفناه هذا؟ اوه شت، في غرفة هنا يا شباب، شلون ما شفتها؟ هذا الحمام. ايش البرايسي بالموضوع؟ كلينكس كرمكم الله. وش هذا؟ كان في شيء فوق الكلينكس ما شفته. رننج بلاير زي التيب كذا، المهم انه غالي. من جد انا شلون يعني ما افكر كذا، ولا الحمام حق البيت هذا. حرامي مدوخ. شيل سماعات. يا شينها عاد مطر، وحرامي ومحمل اغراض ثقيلة. هذا يوم يقول لك الواحد يشتغل بعرق جبينه. اتوقع خلاص فل، ما يمدينا نحمل السماعة الاخيرة. قامت 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 بسرعة. ايش قومها؟ الساعة كم الحين؟ اي والله 7:30. الحمد لله اني طلعت. تكفى تجمل يا الموتر، تكفى تكفى تجمل يا اخي. والله ما يعرفون حركاتي انا في ذا مست وشلون احمل الموتر صح. الحين لازم اخترع لي جلتش انا بدل الساعة هنا عشان. طيب هذا السيت جنبي يا اخي، لا تستهبل. والله يا حرام يا اخي السبيكر نخليه كذا يا عيال. حاولت احمله فوق الموتر بس ما في فايدة. عسى هذا بس صاحبنا يشتري، لان المشن هذا كذا بنتوهق فيه. اوكي دليفر مرة ثانية، دليفر تي في سمول. ايوه صار يحسب لي، لازم اني اقرب الموتر جنبه. اوكي توستر، حلو. دليفر ملابس، حتى يبي الاحذية، حلو حلو حلو. باقي له بس تلفزيون صغير وتلفون وتيب وسماعة، ممكن في بيت واحد نلقاها. وبس يا شباب لا تنسون اللايك والكومنت، ونراكم ان شاء الله على خير. شكرا للمنتسبين، وشكرا موصول لكل من دعم هذه القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحسبوني نسيت السبيكر؟ والله ما اخلي، والله ما اخلي. شيل.